حقيقة نتحدث ونبارك للشعب المصري في هذه الثورة العظيمة التي حققت منجزاتها، ونحن نشاهد اليوم واقعها على الأرض بتحديات كبيرة، وأيضا التطلع المصري بالانتماء العربي الواحد. معاليك نتحدث عن هذه الثورة، حقيقة فيها كثير من المعطيات بالنسبة كبلدان عربية. هل كشفت هذه الثورة الوجه الحقيقي للإرهاب بكل مسمياته، بالابتعاد عن المجاميع المتطرفة التي حاولت النيل من كل البلدان العربية، حتى على صعيد العراق دخلت لنا المجاميع التي تدعي الإسلام بوجه داعش، بوجه تنظيم القاعدة، بكثير من المسميات التي تحاول قتل الحياة في البلدان العربية. ثورة 30 يونيو مصرياً وعربياً وإقليمياً تعد انتصاراً لفكرة الدولة الوطنية، الدولة التي تعلو على أي نوع من الانتماء. خليني أقول إنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر طريقاً جديداً للإصلاح، بناء، تعمير، وأيضاً القضاء على الإرهاب. ما مدى بقى تأثير ده على المنطقة العربية كشكل جديد تاني تعود به مصر لهيبتها ووجودها أيضاً ودعمها للمنطقة العربية؟ رأيي الشخصي أن أبرز وأهم إنجاز لثورة 30 يونيو هو إعادة بناء الدولة الوطنية. وطبعا مصر تتحدث كثيرا عن الدولة الوطنية في الإطار المصري والإطار العربي، لأنه إذا احنا استعرضنا اللي حدث في العالم العربي من ديسمبر 2010 وحتى يونيو 2013 هو فعلا انهيار مؤسسات الدولة الوطنية لصالح جماعات خارجة عن الانتماء الوطني. انتمائها ليس للوطن، هو انتمائها لما وراء الوطن، وانتماءاتها مش انتماءات نابعة من تاريخ أوطان العربية. ثورة 30 يونيو أعادت الميزان، لكن على امتداد العالم العربي التحديات ما زالت قائمة. يعني مش لازم ونحن بنحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو إن احنا نعتقد إن النصر نهائي، لا، في مواجهة، سواء كانت مواجهة علنية أو تحت السطح، ما زالت بين القوى الظلامية، الجماعات المارقة عن الوطن وعن الدولة، وفكرة الدولة الوطنية. ولهذا ثورة 30 يونيو نستطيع أن نقول إن هي ما زالت مستمرة. صحيح. إن هي ما زالت مستمرة كفكرة وكحركة. التحدي أمام بعض الدول العربية هو كيفية مأسسة هذه الحركة الجماهيرية.